أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن القدس خط أحمر وأن من يظن أن الأمة الإسلامية والعربية ضعفت فهو واهم، لأن الأمة قد تضعف ولكنها لم ولن تموت، مشيرا إلى أن الاعتداء على مقدساتنا وأرضنا ظلم دولي لا يقل فداحة عن الظلم الآخر، فالظلم يغذي الإرهاب ويربك العالم كله. القدس القدس بالنسبة لنا وبالنسبة للعرب وللمسلمين ولعقلاء العالم خط أحمر. القدس خط أحمر، ومن ظن أن الأمة العربية قد ضعفت أو أن الأمة الإسلامية في حالة ضعف وأنها لحظة مواتية للانقضاض على مقدساتنا فهو واهم. هذه الأمة سواء الأمة العربية أو الإسلامية قد تضعف ولكنها لا تموت ولن تموت إن شاء الله. وبنقول أن الاعتداء على المقدسات هو أولا الاعتداء على المقدسات وعلى مقدساتنا وعلى أرضنا، وأن الظلم الدولي لا يقل فداحة عن أي نوع من أنواع الظلم، وأن الظلم يغذي الإرهاب ويربك العالم كله، وأن الاعتداء على القدس فقط لن يكون أثره فقط على المنطقة، ولا نقول أن هو يغذي فقط طيارات التطرف التي تقول هذا الاعتداء على حرمات الإسلام والمسلمين والأمة العربية واستضعاف لها. بالعكس، مشكلات هذه الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا ستنعكس سلبا على العالم كله.